بخصوص الطاعن، لأن طبعا أنا لسه ما وقف موضوع الطاعن وما راح أنسى الأمر هذا، لأنه هذا الشخص ما راح أنساه لحد ما آخذ حقي. فمن بعد هالموضوع أنا بظن أبو عذاب يا شباب هذا الكلام طوب بالكم، وأنا متأكد منه 90% إنه أبو عذاب راح لهونيك الزلمة ما عاد لا سلم لا سأل لا كذا. أنا بعاتبه، أنا مو زلمة منه بس عم عاتبه، لأنه يعني نحن عشرة عمر 50 مرحبا. هلأ شفت أحمد نايم، الخطر في بالي إني أحط الريشة بأمه لأشوف شو بدي أعمل. أوكي هلأ خليني أفيقه وبعد رح ندخل موضوع أبو عذاب. ناس كتير عم تسألهم ليش أبو عذاب مو معكم، أبو عذاب وينه، أبو عذاب شو صار معه. رح جاوبكم على كل الأسئلة هلأ بعد ما أخلص المقطع، بس خلينا نشوف ردة فعل أحمد بعد ما أحط الله ياكم في طالب. عليه مهم ما فعلت أنا ضربني عليه عليه ما شاء الله. صلى على النبي، صلى على الحبيب، صلى على سيدنا محمد ما شاء الله. كان اللهم صل على سيدنا محمد، من جد منظر بجنة. الله يطعم كل واحد راح يصلي على النبي. يلا اوكي ليتس جو. هلا نجي لموضوعنا. إذا صوتي تمام حلو، إذا مو تمام ما بعرف مو حلو. عكل الناس اللي كان عم تسألني عن أبو عذاب، أبو عذاب وينه، أبو عذاب وينه، طبعاً عم صور من الموبايل هلأ، كاميرتي حاطة في الشنطة، ماني خلق لسه أطالع هلأ وأبرك وأحكي، خلي هيك أحلى عفوي. فاللي عم تسألني عن أبو عذاب يا شباب، أبو عذاب هلأ سافر على إزمير. أبو عذاب يوم اللي كان عنا كان ما عنده كملك، هو كان عنده كملك قبل ما يتجوز. اوكي فهو لما تجوز اولاده ما عندهم كملك او كانوا بحاجه لكملك. اوكي يعني ما بيقدر لا يقضن على المشفى ولا بيقدر يطالع من المشفى ولا بيقدر يعمل اي شيء. فالزلمه يعني راح يجي ولد راح اخذهم على المشفى ام طلبوا منه مصاري حتى تبعت الدوله لانه مرته ما عندها كملك. فالزلمه هون لحظة خليني أخذها جوا أكمل أني هون ضجة نمرك هون وي خالي نايم أمان 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 روح الصالون. أوه إيش هاد؟ وين واحد بروك؟ أحمد بغرفة نايم، خالي بغرفة نايم، هاي عم تكنس بغرفة
الله عظيم. روع الشارع يعني. لا عامل وقلهم لا عامل. نجي أطلع البلكون. هون صوت ضجة. شو بدي أحكي وأخذ راحتي؟ قد ايه بدك تخلص الوقت؟ ها؟ خلصينا على صرطيري كنيسة يلا الوقت. بتعرفوا شو أحلى شعور؟ إنه تكون خال وعندك هيك ولاد مثل هدول. جيب كاس مي والوقت. سريع. يلا. عمال. هيك بتحس حالك أنت يعني صح تكون أنت شوي هيك وضعك تكون مكركب كذا ويعني دوبة عندك الكاميرا. بس المهم بهاللحظة بتحس حالك انه انت كمان رئيس جمهورية وهيك. افتحي لي اياها. شربيني. عمى. شو؟ عم بتقلي خذ الغطا يا شباب. لا لا لا. خذ الغطا ولا عم بتقلي؟ عمى بقلبك يا عمى. شو كده شوف. تعي على الأرض رأوه. إيش هاتيها. مش رح يغطي. غطيها. جاي لورا. خلاص حطيها بالأرض. شيليها. حطيها شوي. رجعي شيليها. روحي حطيها بالبراد. مو هون. تعي اعطيتك الاذن تروحي؟ هلا روحي. عم حلو السلطه ولو اي ما تعمل يصير عندي هيك ايش اسمه؟ لا ولو حرام لو عالم ما حرام بس الاولاد هيك ما ايش حرام عيب يلا هلا خلصك تكنيس. هذه خلصت تكنيس عشان اكمل لكم الموضوع. نعم شفت شغله هاي درعي ال 100,000 محمد ديمو. على فكره درعي المليون لهلا ما وصلني ما بعرف ليش. عندي 3 دروع من هاي على 3 قنوات قناتي وقناتي الثانيه وقناه احمد 3 طن 100,000. طلع احمد شو عامل فيها. كان راح يكسرها خلصته من ايده باخر لحظه. بس افهم انه ليش درع المليون لهلا ما اجاني. انا شو عملت؟ رح فرجيكم درعين ثانيين. فرد دروع يا عم. الاسطوره. هذا هو الاسطوره. هاي درعين. هذا احمد ديمو. وهذا محمد ديمو. لحظة شغلة كتير مهمة. بلكي ما بتعرف بلكي اجى حدا باسني. يجي مني ريح تطل. هذا هون كمبيوتري انا ببرك هون وبساوي مونتاجي. وهذا طبعا احمد. اوكي خليني اروح الصالون. لا عمل هلا ما خلصت. لك هلا ما خلصتي. لك ده نحكي ده نقر. ايه ليكو خلصتي. لا عمل بس هيك البركة هون هيك حلوة على الاطلالة ما شاء الله. مرجع بقول لكم رجع صلوا على النبي ما صلى على النبي. رجع صلوا على النبي بسرعة صلاة. لا تقول صلى على النبي. صلي. ايه في حاجة. خلينا نروح نحكي شوي مع العالم اللي عيبه. المهم كان موضوعنا ابو عذاب. ابو عذاب يا شباب المهم بتذكر راح على المشفى مشان يولد ابنه يجيب ابنه يعني على الدنيا. بتعرفوا انتوا الدنيا حلوه. المهم
الحمد لله على السلامة. راح طالعة بس يا حرام أبو عزاب زعلت عليه كتير بوقتها، كلفه كتير لأنه ما معه كيميك، يعني كتير كلفه. أنا كتير اتضايقت عليه والله، هو شوي وضعه كان تعبان يعني، الله يعينه يعني. لسه أول مرة بفتح بيت، ما كل مرة بفتح هو عاد أول مرة بفتح بيت، ما كل مرة بفتح بيت. المهم فلما راح شاف الوضع مكركب والله مشفى كلفه كتير كذا، قال أنا لازم أعمل كيمليك. المهم بلش هون باسطنبول يدور إنه بده يطالع كيمليك لأولاده هيك هيك هيك، ما طالعوا له، قالوا له لازم تروح محافظتك أزمير. لعمة إيش يساوي الزلمة؟ هون ابنه مرض، ما صار له يمكن شهر شهرين ابنه مرض، ايش بده يعمل؟ بده ياخذ ابنه على المشفى كمان يروح يحط هذيك الحسبه. والدكتور عم بيقول له انه بدك مراجعه رايح جاي رايح جاي. هذا الزلمه هون بده يقول لحاله بده يشتغل سنويتي مو شهريتي، كله بده يحطه على مشافي. المهم هون راح اخذ الاولاد قام قال لنا انا رايح على ازمير. ليش ابو عزاب؟ خود عطي يمين يسار شمال جيب خود و... قال لا والله بدي اروح على ازمير، قال بدي اروح اظبط كيمليك، اذا قدرت اظبط برجع، ما قدرت رح اضل هنيك. قام قلنا له يا ابو عزاب اذا موضوعك موضوع راتب كذا، وضعك تعبان ما بتتساعد، نساعدك نحن وبندفع راتب. يعني ابو عزاب بيشتغل معنا بالمحل، نحن عندنا محل البسي كان بيشتغل فيه ابو عزاب معنا، فقلنا اذا مشان موضوع الراتب خلص بنزود لك يا ما في مشكله. بالاول الزلمه كان عم بقول انه بخصوص الراتب انه خفي قليل شوي، قلنا له بنرفع لك يعني. المهم الزلمه فكر فيها تاني نهار رد الجواب قال لا خلص بدي اروح. يا ابو عزاب خود اعطي، نحن ما بدنا نخسرك، بدنا نضل مع بعض، نحن صرنا عمر، صرنا كم سنه انا وابو عزاب مع بعض، انا هو 5 سنين انا ما كنت رايد اخسره. المهم ابو عزاب طول بالك قال لا بدي اروح. طب مشكلة ما بنقدر نحكي إلا مشان كيمليك، يعني فعلا معه حق يروح مشان كيمليك. فقلنا له طب خلص روح ضبط الكيمليك ورجع، ما ضروري تشتغل عند العالم. قال ما بدي اروح هونيك ابرك شهر، بهالشهر شو بدي اعمل بدون اكل وشرب يعني؟ بدي اروح ابرك بدون بيت اجباري بدي اشتغل. كمان ما قدرنا نحكي شيء. قال قلنا له اوكي خلص خلص هونيك ورجع تعال. راح لهونيك الزلمة ما عاد لا سلم لا سأل لا كذا. أنا بعاتبه، أنا مو زعلان منه بس عم عاتبه لأنه يعني نحن عشرة عمر 5 سنين يا أبو عزاب، معقولة ما تبعت لي رسالة ما تسأل ما تطمني عنك؟ أنا ما بدي منك شيء بس بدي نضل على تواصل، تعرفني بحبه كثير وكل الناس تعرف أنا قديش بحبه لأبو عزاب. فقطعني، مو قطعني قطعني يعني إنه ما بعرف إذا مشغول ما إنه فاضي بعت لي رسالة مرحبا بس ما بعرف. المهم انا هذا الشيء ضايقته منه، عم عاتبه عليه انه والله يا ابو عزاب يعني انا كنت حابب انه تضل تتواصل معي تضل معي على الخط وارجع كذا. فشفته زلمه قطع امله من الرجعه. فمن بعد هالموضوع انا بظن ابو عزاب يا شباب هذا الكلام حطوا بالكم، وانا متاكد منه 90% انه ابو عزاب بطل اليوتيوب، بطل السوشيال ميديا كلها. ما بعرف اذا هونيك رح ينزل على قناته شيء، بس صار لي فتره عم اشوفه ما عم ينزل شيء. بس ابو عزاب لا عاد يرجع ولا عاد يصور ولا عاد ينزل معنا بالفيديوهات الا اذا قلبه عن وراد يرجع لعنا ونصور. بس اللي فهمته منه اخر شيء انه الزلمه بطل، انه اخر مره سالته قام قال لي انا هلا ماني فاضي لهيك شغلات وعندي شغل. انا ما رديت قلت خلص ما فيني اجبره انه يرجع. فهذا هو كل الموضوع يا شباب ابو عزاب، انه اللي عم يسالني عنه ابو عزاب خلص راح، وقت اللي بيحب يرجع اهلا وسهلا بستقبله بعيوني والله العظيم بحبه كثير. بس انا ما عاد فيني اجبره تعا 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 وهو مو راضي. يوم اللي بده يرجع انا بانتظاره، ويوم اللي بده يضل هو حر. انا بضل عندي ابن عم وبضل ببالي ما بنسى. هو اذا بده ينساني كمان هو حر، ما فيني اذكره بحالي. بس انا اللي علي بعمل ما بقطع صله الرحم، بضل بسلم عليه وبضل بطمن عليه كل فتره وفتره. فابو عزاب بتمنى لك النجاح، بتمنى لك الخير بطريقك، والله يوفقك وينور دربك.
وتحياتي لك ابو عزر حبيبي، وانت بتضل غالي وابن عمي، وان شاء الله ابنك يربى بعزك وجلالك والله يوفقك في حياتك. يوم تنوي ترجع عندي اسطنبول تذكر انه انا بانتظارك. هلا في سؤال مهم للمتابعين شباب، بدي منكم هلا اكتبوا لي بالكومنتات انه بتحبوا نزلكم يومياتي، انا كيف بعيش بيوميتي، يعني وين بروح بيجي شو بعمل شو بساوي. بتحبوا انا ارجع لتمثيلي مسلسل الفيديوهات اللي اعملها القديمه، ولا بتحبوا اصور لكم كل شيء بيصير معي بخصوص الطاعن؟ يعني طبعا انا لسه ما وقفت موضوع الطاعن وما راح انسى الامر هذا، لانه هذا الشخص ما راح انساه لحتى ما اخذ حقي منه. اوكي، فالمهم كتبوا لي بالكومنتات شو بتحبوا انزلكم من هون ورايح بالفيديوهات القادمه راح نعملها، واكثر كومنتات بتصوت للتعليق المناسب، يعني او مثلا اكثر التعليقات بتكون على شيء معين الفيديو مطلوب راح نعمل لكم، يعني مثل مثلا بتحبوا يومياتي اذا كان كل كومنتات يومياتك، او مثلا مثل قبل اذا كان كومنتات كلها فيديوهاتك القديمه، او مثلا انه كملنا نشوف اول وش بصير معك بخصوص الطاعن. كتبوا لي بالكومنتات وان شاء الله راح ننزلكم اياه بالحلقه القادمه. هلا بتمنى منكم تدعمونا بلايك، خلينا نوصل هالفيديو 10000 لايك، لا مو 10000 لايك، خلينا نوصل الفيديو 30000 لايك اكون ممنونكم، والكومنتات حرقوا الصلاه على النبي. تحياتي لكم، السلام.